اسقاط النظام يتطلب المزيد من الحراك، المزيد من العمل، وربما المزيد من التضحيات لكي ننتقل الى مرحله متقدمه من هذه الثوره. عبد الهادي الخواجه عميد حقوقي الخليج واحد رموز ثوره 14 من فبراير اعلن البدء في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله ورفضا لتدهور الاوضاع في داخل سجن جو المركزي، حيث يتعرض المعتقلون وخاصة قادة ورموز الثورة لمضايقات ممنهجة من زبانية آل خليفة. الخواجة الذي أمضى في السجن 6 سنوات منذ اعتقاله في العام 2011 دخل مرات عدة في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في المعتقلات، وهو أحد ضحايا تلك الانتهاكات اتعرض لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج وأصيب بكسور في الوجه نتيجة ذلك، وأجريت له عمليات جراحية لا تزال آثارها ماثلة حتى اليوم، فيما يشكو من ضعف شديد في البصر بأحد عينيه. في كل مكان سنة شيعة نوحد أنفسنا حول مطلب رئيسي. الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية طالبت عدد من الدول والمنظمات الحقوقية وكذلك الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراحه، غير أن السلطات الحاكمة في البحرين لم تعر هذه النداءات آذانا صاغية، بل أمعنت بدلا من ذلك في استهداف عائلته. ففي العام 2015 أقدم الخليفيون على اعتقال ابنته مريم لدى وصولها إلى البلاد لزيارته، ولم تطلق سراحها إلا بعد ضغوط دولية. وأما ابنته الأخرى زينب فقد تعرضت إلى الاعتقال بمعية رضيعها لأكثر من 6 شهور، وقبل أن تجبرها السلطات على العيش في المنفى إثر ضغوط من الإدارة الأمريكية السابقة. نضال الخواجة يعكس مسيرة شعب لا تنكسر إرادته ولا يلين عزمه في طريق التخلص من الظلم والطغيان وبانتظار بزوغ شمس الحرية الحمراء. والظالم يسرح ويمرح، ونأتي به مرة أخرى لنقول مملكة دستورية